انتاج احنا حلويات شرقيه، احنا حلويات الحنان. احنا والله في بداياتها كانت بلشت بواحد من الاطراف انه قال انه في مشروع من ذوي الاعاقه السمعيه انه ندمجوا معنا، فانا كنت بالاولها الاولى انه يعني الامر صعب كيف بدي اتعامل معه، خصوصا لانه لا بسمع ولا بتكلم. فاحنا بالنهايه يعني صارت وجبناه، لما جبناه ولقيت في عنده التركيز الكونسنتريت عالي وعنده في الاداء كويس فانا بدك الصحيح صارت العدد يزيد، صار عندنا كم يعني، وغالبيه الشباب صاروا الموجودين هم من الصم يعني من ذوي الاعاقه السمعيه، لانه قد صار بكل سهوله بكل سلاسه انه اتعامل معهم وهم متفاهمين، عندهم قابليه يعني، لانه احنا لما ندمجهم معنا فهمت كيف؟ خلص الشريحه هذه بتتلاشى خلص بتصير. واحنا بندعو كل اصحاب الشركات والورش دمجهم.